أصدقائي، أنا أدعوكم للاشتراك في قناتي على اليوتيوب. بتتفرجوا على فيديوهات حلوة قوي، وإخلع دي جايبة يعني وصل ل7000 دلوقتي، وبرضو فخامة بلح التفاهة 13 وقرب على 14000. يعني بس اشتركوا في القناة علشان نعمل بس مباشر ونتكلم مع بعض يعني. وانا بشرب مية صافي، شربت الفستان ايوه في السحور ايوه، ونتفرج مع بعض يعني. نوادر بحى، قصدي بلحة، نوادر بحى بلحة. لا أخفي سعادتي الإفراج عن أبنائنا الحاصلين على عفو في الأيام الماضية. حسام مؤنس الرئيس حمدون صباحي، بحييك وبقول لك تمام وكل حاجة، لكن شاركوني يا جماعة واشتركوا في قناة شادي مكرم، قناتكم اشتركوا في القناة. يعني انا مبسوط ان انتم تتفرجوا على فيديوهات، لكن اشتركوا في القناة تدعموا يعني صوت من منكم، صوتكم انا، ويعني انا برحب للي عايز يكلمني على الخاص، وبرحب للي عايز يكلمني. واشتركوا في القناة، لا اخفي سعادتي بالإفراج عن أبنائنا الحاصلين على عفو في الأيام الماضية. يعني بقراها حاجة يعني انتوا طب ايه تعليقكم؟ يعني علقوا ايه رأيكم؟ هو مين حبسهم؟ مين كان حبسهم؟ نلبس الطاقية يمكن نعرف مين حبسهم يعني. قولوا معايا، انا مش عارف والله يعني. بص انا بلزق سعادتك، لكن مين حبسه؟ مين حبسه؟ مين كان حبسه؟ كان يعني مش عارف. ها طب نقرا تاني. لا اخفي سعادتي بالافراج عن ابنائنا الحاصلين على عفو في الايام الماضيه. احنا بيننا ان احنا